مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتبقى مهمة جدا، علشان بعد مباراة الأهلي والزمالك على طول، وبعد انتصار النادي الأهلي في آخر جولات بطولة الدوري على نادي الزمالك بنتيجة 2-1، وختام جيد جدا لموسم طويل قوي قوي، موسم الدوري المصري، واللي تقريبا سنة تقريبا إلا يومين، موسم طويل في الحقيقة. وأخيرا انتهت بطولة الدوري، فوز النادي الأهلي بهذا اللقب الصعب جدا، واللي كان عليه منافسة قوية جدا جدا ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وكان في كلام كتير جدا بالتحديد عن النادي الأهلي منذ بداية الموسم. مبروك لكل جمهور النادي الأهلي على الفوز ببطولة الدوري، وعلى اكتمال الفرحة بالفوز امبارح على نادي الزمالك. الجميل في النادي الأهلي انه قدر يفصل ما بين فرحة الفوز ببطولة الدوري، وان هو عنده لسه مباراة في نفس البطولة مع نادي الزمالك مهمة قوي ان هو كان يكسبها. وفعلا لاعبي النادي الأهلي فصلوا ما بين الاحتفال والفوز ببطولة الدوري، وركزوا في مباراة الزمالك عشان نفرح ونحتفل تاني فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 2-1. عندنا كلام كتير جدا جدا هنتكلم فيه، لكن خلينا اقول لحضراتكم ان هينورنا وشرفنا في الاستوديو في الجزء الثاني من حلقه النهارده الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. كمان مستنيين تواصل حضراتكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه، فيسبوك تويتر وانستجرام، وسؤال حلقتنا النهارده او ايه رسالتك للاعيبه النادي الاهلي بالتحديد بعد الفوز على نادي الزمالك بالامس. هنقرا تفاعلاتكم ورسائلكم للاعيبه النادي الاهلي على مدار الحلقه. قبل ما نكمل كلامنا خلينا نروح نشوف اهم وابرز العناوين، يلا بينا. واخيرا انتهى اطول دوري في التاريخ. الاهلي الكبير يتمم فرحه الدوري بفوزه بالقمه 118. لاسارتي يمنح اللاعبين راحة 4 أيام قبل الاستعداد لدوري الأبطال. الأهلي يبدأ رحلة استكشاف بطل جنوب السودان المجهول. عبد الحفيظ، ضربة البداية بالبطولة الأفريقية يجب أن تكون قوية. برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي استعدادا لبطل جنوب السودان. الصحف التونسية تشيد بتألق معلول مع الأهلي. طبعا حضراتكم فاكرين كل اللي اتقال على النادي الاهلي مع بدايه الموسم، وان المنافسه ما بين الزمالك وبيراميدز، وان الاهلي مش هيقدر يفوز ببطوله الدوري السنه دي، وان الاهلي مستواه بعيد جدا، وكلام كتير يعني اقاويل كانت كتير قوي. والبعض كمان قال لك دور على الاهلي في بطوله او في جدول الدوري، يعني الناس كده بتحاول تهزر شويه، قال لك شوف، حطوا الجدول كده، قال لك شوف الاهلي فين في الجدول ده. في الاول كان الاهلي عنده اصابات كتير، كان عنده كمان مؤجلات كتير جدا جدا جدا، لكن في النهايه قدر النادي الاهلي ان هو يحقق بطوله الدوري عن جداره واستحقاق كبير جدا، ووضح الكلام ده في الاوقات الحاسمه، وهو ده الفريق البطل اللي بيجي في الاوقات الحاسمه ويقدر يحسم البطوله. مش اي حد يقدر يحسم بطوله الدوري اللي هي بطوله النفس الطويل بالتحديد، لازم بتبقى عندك مثابره وعندك صبر وعندك اصرار، وده واضح جدا وكان واضح جدا على لعيبه النادي الاهلي هذا الاصرار في عز ما كانوا متاخرين في جدول الدوري، وفي عز ما كان مستوى النادي الاهلي مش جيد جدا، مش اللي هو احسن حاجه يعني، كان في اصرار على اللاعبين وجديه على اهميه الفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، وده اللي حصل. بطوله طويله جدا وبطوله استثنائيه فعلا، وكان فيها ظروف كتير صعبة جدا، مش عايزين ان هي تتكرر تاني في الكرة المصرية في الحقيقة، لان ده أثر بشكل او بآخر كمان على منتخب مصر، وأثر كمان على النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. لكن ماتش الزمالك بالتحديد امبارح كان ماتش مهم جدا، ولاعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي كانوا مترقبين هذه المباراة، حتى لو كنا كسبنا بطولة الدوري. احنا كسبنا بطولة الدوري وفوزنا بيها الحمد لله مباراة المقاولين العرب، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي قدر ان هو يكمل الفرحة من خلال الفوز على نادي كبير ومحترم زي نادي الزمالك. أداء ما كانش أحسن حاجة، لكن دايما المباريات دي بتبقى عايزة النتيجة،
والنتيجة إيه؟ إن الأهلي فاز على الزمالك بهدف للا شيء، أحرزه نجم الموسم بشكل كامل نجم الدوري المصري علي معلول، أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم علي معلول. فبالتالي انتصار حلو وليه مذاق خاص لما تكسب نادي الزمالك غريمك التقليدي، فبالتالي بيبقى انتصار جيد جدا. لكن في بعض اللقطات اللي عايزين نتكلم عليها واللي بتعكس مدى إصرار لعيبة الأهلي حتى لو كانوا حسموا بطولة الدوري، بيبقى في إصرار إنك أي مباراة بتلعبها حتى لو مش هتفرق حسابيا برضو عندنا الإصرار، وهي دي اللقطة. بص حضراتكم علي معلول عمل إيه في اللقطة دي. ده كان لسه جايب الجون من دقيقتين بالظبط، يعني هو جاب الجون تمام، وبعد كده كانت هجمة لنادي الزمالك عن طريق حمدي النجاس، وده علي معلول. بص بقى اللقطة دي، بص الإصرار والحماس عند اللاعب. كسبان 1-0، ده مش كسبان 1-0 بس، ده كسبان الدوري، ده بطل الدوري. اللي في الكرة دي علي معلول بطل الدوري، اللي بيرجع كل ده في هجمة كانت صعبة لنادي الزمالك، صعبة على النادي الأهلي، وعنده إصرار وحماس كبير جدا إن هو يقدر يصد هذه الهجمة أو يوقف هذه الهجمة على مرمى النادي الأهلي. شوف الحماس، شوف الجرينتا اللي عنده. لا لعيب جامد جدا علي معلول. هو ده إصرار النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي واللي بيفرق بيه عن أي نادي تاني في حسم البطولات والألقاب. فبالتالي اللقطة دي أنا حبيت أعرضها لحضراتكم عشان تعرفوا مدى أهمية الإصرار على الفوز بأي مباراة حتى لو أنت كنت خلاص حسمت بطولة ما، وما بالك هذه البطولة اللي هي الأصعب على مدار التاريخ وأصعب بطولة في 41 لقب النادي الأهلي فاز بيه. بالمناسبة علي معلول كمان هدف النادي الأهلي في بطولة الدوري، 8 أهداف و7 أسيست، وهو أول لاعب مدافع يفوز بهداف الموسم لفريق النادي الأهلي في موسم أنت حققت فيه بطولة الدوري. فطبعا علي معلول دخل التاريخ بهذه الجزئية بالتحديد. فبالتالي شيء جيد جدا وشيء مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي أنه هو فاز ببطولة الدوري، وفاز كمان وأكمل الفرحة لجمهور النادي الأهلي بفوز على نادي الزمالك. في لقطة كمان مهمة وبتدل على الروح الرياضية عند النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي، اللقطة دي الخاصة بمحمود علاء لاعب نادي الزمالك، واللي بنتمنى له ألف سلامة، ألف مليون سلامة. عنده ارتجاج خفيف في المخ، لعبة النادي الأهلي كانوا حوالين اللاعب وكانوا بيطمنوا عليه بشكل كبير جدا، وهي دي الروح الرياضية وهي دي أخلاق الفرسان وأخلاق النادي الأهلي. ركز معايا، دي أخلاق النادي الأهلي. طبعا دي اللقطة الأولانية، هي في صورة يا جماعة برضه هتوضح الموضوع بشكل أكبر. يعني هي دي الصورة، دول كل دول لعيبة النادي الأهلي مع محمود علاء لاعب نادي الزمالك بعد ما وقع للمرة الثانية لأنه ما كانش قادر خلاص يكمل المباراة. رامي ربيع، عمرو السولية، أيمن أشرف، محمد الشناوي، محمد هاني، كلهم بيطمنوا على اللاعب. وهي دي بقى أخلاق النادي الأهلي، وهي دي طريقة النادي الأهلي في التعامل مع الأمور حتى لو بتلاعب منافس قوي جدا زي نادي الزمالك، وهي دي أخلاق الفرسان والروح الرياضية المطلوبة جدا جدا جدا. للأسف في آخر ماتش حصل لقطة من رمضان صبحي وحمدي النجاز يعني مش ليها لازمة، لكن في نفس الوقت أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي وقيمه هي اللي بتفرض نفسها وهي اللي بتبان من خلال هذه اللقطات وهذه الصور اللي احنا بنعرضها لحضراتكم. وبالمناسبة ودي جزئية ناس كتير يعني بيتواصلوا مع كل العاملين في قناة النادي الأهلي إن احنا لازم نرد على بعض الأقاويل ولازم نرد على بعض الناس اللي ممكن تكون بتشتم أو بتغلط في النادي أو بتكلم. مش النادي الأهلي يا جماعة اللي يرد على الحاجات دي، النادي الأهلي أكبر من كده بكتير. واحد ممكن يقول لك إيه؟ يقول لك أصل إحنا برنامج ساعتين وعاملين تأثير كبير قوي. طب حضرتك أنتوا عاملين تأثير إزاي؟ بأنهي طريقة؟ الطريقة إيه؟ هل الشتايم والكلام ده؟ طب الموضوع ده سهل، أو ممكن أنت تغلط في أي شخصية ما فبالتالي تخلي الناس تتابعك بشكل أكبر أكبر، والحمد لله قناة الأهلي دايماً ليها مشاهدة كبيرة جداً. لكن دايماً قناة الأهلي الهدف من إنشائها إيه؟ برضه عشان حضراتكم تبقوا فاهمين. الهدف من إنشائها مش إن احنا نرد على مين قال إيه ومين عمل إيه وكلام من ده، لا. الهدف من إنشاء قناة الأهلي إنك دايماً تبقى في ظهر النادي، إنك تساند النادي الأهلي.
كره قدم، كره طايره، كره يد، اي لعبه داخل النادي الاهلي لازم تسندها وتقف في ظهرها. ولو في خبر اتقال بطريقه خاطئه في ركز، لان موضوع ان طريقه غير جيده او طريقه فيها اساءه مش شرط ان انت ترد. ده واحد بيسيء خلاص سيبه يسيء يا عم، ربنا يهديه. لكن في نفس الوقت ممكن حد يطلع عنك خبر غلط، دور قرارات النادي الاهلي ان هي تصحح هذا الخبر في اطار الاحترام وفي اطار الاخلاق. فده واجب النادي الاهلي، واجب العاملين في قناه النادي الاهلي انك بتلتزم بمبادئ وقيم النادي الاهلي. عمرنا ما هننجر لاي اقاويل واي اخطاء، مش اخطاء يعني، اي الفاظ ممكن تكون بتتقال على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. وقناه النادي مش للرد على اي كلام بيتقال في حق النادي بطريقه خاطئه. في ناس محترمه جدا، وعلى فكره احنا بنقدر وبنحترم جدا 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 كيان نادي الزمالك، قطب من اقطاب الكره المصريه، قطب هام جدا كمان، بنحترمه وبنقدره. افصل ما بين كيان نادي الزمالك وما بين الاشخاص اللي بينتموا لنادي الزمالك وبالتالي بيتكلموا بطريقه مش جيده، طريقه مش جيده. واحنا دايما بننتقي الفاظنا، دايما بننتقي الفاظنا عشان دي الاخلاق اللي احنا تعودنا عليها داخل القلعه الحمراء. ففي نفس الوقت الاحترام كامل لنادي الزمالك، وفي نفس الوقت النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي بتحاول بقدر المستطاع ان هي تكون في ظهر النادي بس في كل الجوانب وفي كل المجالات اللي بتخص النادي الاهلي. وكمان دور قناه النادي الاهلي ايه؟ هو إعلام جمهور النادي الأهلي بكل ما هو جديد عن النادي وكل ما هو جديد على الكيان اللي بينتموا ليه. هو ده الدور الخاص بقناة النادي الأهلي. وفي الحقيقة إحنا هنا بنشتغل إعلام، قناة النادي الأهلي هنا بتشتغل إعلام، إعلام مختص بأخبار النادي الأهلي، وقناة تبع قناة النادي الأهلي أو تبع النادي الأهلي نفسه يعني. فطبيعي جدا ان احنا نكون متحيزين للنادي الاهلي، ده شيء طبيعي، انت قناه فئويه طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت احنا بنشتغل اعلام، ما بنقعدش نجيب مثلا مداخلات فيها غلطات او حد يغلط او كلام من ده، لا خالص. كل التقدير والاحترام لكيان نادي الزمالك، وده شيء مهم جدا. في نفس الوقت احنا ملتزمين باخلاقنا وتربيتنا اللي اتربينا عليها واللي اتعودنا عليها واللي اكتسبناها من خلال رموز كبيره جدا في النادي الاهلي. فبعض بيكون نفسه ان احنا نرد مثلا، وبعض قليل على فكره، لان معظم جمهور النادي الاهلي مدرك الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي كويس جدا جدا جدا. النادي الاهلي يا جماعه اكبر من كده بكتير. في نفس الوقت كل الاحترام والتقدير لكل من ينتمون لنادي الزمالك ومن يتحدثون عن النادي الاهلي باحترام. وفي النهاية الاحترام والتقدير لكيان نادي الزمالك دون التطرق لبعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا بيغلطوا بشكل أو بآخر في حق النادي الأهلي. ودايما رد النادي الأهلي بيكون فين؟ بيكون في الملعب. دايما رد النادي الأهلي بيكون بإيه؟ بالبطولات بس. وبعدين عايز أقول لحضرتك على حاجة، ورسالة لجمهور النادي الأهلي، ومش بس لجمهور النادي الأهلي، جمهور الكرة المصرية، أشخاص بيشجعوا نادي الزمالك وبيعملوا في مكان ما خاص بنادي الزمالك، منتظر منهم ايه؟ يعني هيطلعوا يقولوا مبروك للنادي الاهلي؟ ممكن احنا على فكره نعمل كده لو نادي الزمالك فاز ببطوله، احنا ده طبيعي عندنا، لو حد استحق بطوله هنقول له الف مبروك. لكن انت منتظر منهم ايه؟ ما هم لازم يطلعوا يقولوا اي مبررات ويقولوا اي كلام ممكن يكون بيهدوا بيه جماهيرهم شويه. لكن في نفس الوقت والكلمه المهمه قوي اللي انا عايز اختم بيها الجزئيه دي بالتحديد عشان مش عايز اديها فتره اطول من كده، ان جمهور النادي الاهلي فرحان جدا ببطوله الدوري. جمهور النادي الاهلي فرحان جدا جدا ببطوله الدوري هذا الموسم بالتحديد، لانه اصعب موسم ومن المواسم القليله قوي اللي النادي الاهلي شاف فيها منافسه. الموسم ده من المواسم القليله قوي اللي النادي الاهلي شاف فيها منافسه، مش من نادي الزمالك بس، من كمان نادي بيراميدز. فحق جمهور النادي الاهلي انه يفرح فرحه كبيره قوي السنه دي. احنا في بعض البطولات بطوله الدوري بالتحديد معظمها تقريبا النادي الاهلي كان بيحسمها قبل البطوله ما تخلص بخمس وست اسابيع وكلام من ده. المره دي حسمناها قبل اخر مباراه كمان في ظل كل هذه الامور، كل اللي حصل ده. فجمهور النادي الاهلي حقه ان هو يفرح وفرحان جدا، والله جمهور النادي الاهلي مبسوط وسعيد جدا ببطوله الدوري هذا الموسم
بالتحديد. بعد اذنك يا بيبو اعرض لي جدول بطوله الدوري بعد ان انتهائها، لان هي طبعا بطوله كانت طويله جدا وبطوله كانت صعبه جدا، والنادي الاهلي استحق البطوله دي عن جداره بشكل كبير وبعد تعب ومجهود كبير جدا حصل. انا هستاذن حضراتكم، ابحثوا معنا عن الفريق الاحمر. اين هو الفريق الاحمر؟ الفريق الاحمر في المقدمه بعد انتهاء بطوله الدوري، فاز بالبطوله بفارق 8 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني. ده في انهي موسم؟ في الموسم ده اللي هو ايه؟ اللي هو كان اصعب موسم في تاريخ الكوره المصريه، واللي كان فيه كلام عن ايه؟ عن ان النادي الاهلي مستحيل انه ياخد بطوله الدوري، واللي كان فارق النقاط ما بين الاهلي والمتصدر قد ايه؟ حوالي ايه 14 نقطه وكلام من ده في ماتشات على اخره، لكن الحمد لله رب العالمين لعبنا مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، احترمنا نادي الزمالك وبنحترمه دايما وكل حاجه، لكن الحمد لله على كل شيء شخصيه الاهلي يعني. جبت الثقه اللي الاهلي هياخد الدوري منين؟ الناس كلها قالت الاهلي بعيد عن الدوري السنه دي، ويمكن في اهلاويه كتيره خافوا فعلا، لكن جبت الثقه دي منين يا كابتن سيد؟ الثقه دي كانت عندك منين اللي الاهلي هياخد الدوري؟ قلت المره اللي فاتت من شخصيه الاهلي، من كيان الاهلي، من تاريخ الاهلي، انا فارق 8 نقط دلوقتي الحمد لله فضل من ربنا سبحانه وتعالى يعني، لكن مش هعمل زي غيري، مش هعمل زي غيري ابدا، لا بالعكس بنحترم الناس وبنقدرها، يعني مش هعمل زي الناس اللي اتكلمت وقللت من شان الاخرين، لا احنا بنكبر ومن قيمه ومكانه نادي الزمالك. عندنا ثلاث ايام راحه او اربع ايام راحه في الفتره اللي جايه، بعد كده هنشوف هنعمل ايه في احتفالاتنا، مهم جدا 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 اسر الناس اللعيبه والجهاز الفني باولادهم، يكون حفله داخليه داخل الفريق الاول، وهنشوف اداره النادي هتعمل لنا حفله تستاهل دوري عظيم ودوري كبير ودوري تاريخي زي ده بالشكل المناسب يعني، وبعد كده هنفكر في مشوارنا اللي جاي في افريقيا طبعا، هنلعب فرقه اسمها اطلع بره ان شاء الله الرحمن، ربنا يكون، مش عايز اقلل من حد طبعا، لكن في النهايه انت هتقابل مجهول ما تعرفش عنه حاجه خالص، لازم تحترمه جدا جدا، تقدره بشكل كويس قوي. هنشوف المباراه هتتلعب فين، وان كان البوادر مش عارف هتلعب في العاصمه السودانيه الخرطوم ولا لا، رغم ان هم طبعا من جنوب السودان عاصمه ثانيه خالص، لكن او دوله ثانيه خالص، لكن هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. عارف بعد كده عندنا الكاس، دايما دايما الفرق الكبيرة والعظيمة واللي لها تاريخ ما بيبقاش الهدف الأساسي بتاعها الكاس، ما بيبقاش الهدف الأساسي بتاعها الكاس. الكاس بطولة لكن مش هي الأساس دايما في الفرق الكبيرة، مش هتلاقي الفرقة العظيمة على مستوى العالم يعني بتهتم بالكاس بشكل كبير قوي، لكن احنا مش معنى كده ان احنا مش هنهتم بيه، لا هنكون حريصين جدا جدا على نحقق الثنائية. لك ان تتخيل ان الناس بتوصف النادي الاهلي او بتوصف موسم النادي الاهلي ده ان هو من اصعب المواسم على النادي الاهلي، وهو جايب 80 نقطة. 80 نقطة يعني هي رقم على فكرة، مش مسألة أقوال، 80 نقطة والناس بتوصفه بأصعب المواسم. الحمد لله طبعا على كل شيء، هنركز في اللي جاي، هنرتاح، هنفرح لحقنا تمام، سواء كان من إدارة النادي أو من الجماهير العظيمة أو من اللاعبين، وبعدين هنركز في أفريقيا وبعد كده هنشوف مشوار الكاس بإذن الله. شكرا يا بيه. شكرا. أول حاجة إن شاء الله مبروك الفوز، كنا من ثلاثة أيام حصلنا اللقب، لكن كنا نعرف إن تستنى فينا مقابلة الديربي مع الغريم التقليدي متاعنا، لكن الاولاد الكل فصلنا عرفنا كيفاش نفسه ما بين الفرحه والتركيز نتاع المقابله هذه. الحمد لله اليوم ظهر النادي الاهلي، ظهر شخصيته وظهر اللي هو يسحق الدوري الحمد لله. حاله من الحب والسعاده ما بين علي معلول وجماهير النادي الاهلي، والكثير بيرشح علي معلول يكون نجم الدوري المصري هذا الموسم واحسن لاعب. الحمد لله، حب نتشرف به، في بالي هذه احسن حاجه نجم من ناديها الجمهور الاهلي هو الدوري. نجم كبير في الحقيقه علي معلول، وبنشكره بشكل كبير جدا وبنحييه بشكل اكبر بعد المجهود الكبير اللي عمله هذا الموسم مع النادي الاهلي، واستحق او يستحق ان شاء الله باذن الله الجائزه اللي هياخدها كافضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم، لان مهم قوي يا جماعه برده، لان في بعض اللاعبين في الحقيقه تالقوا زي كينو مثلا من بيراميدز، فرجاني ساسي ايضا من الزمالك، عدد من اللاعبين تالقوا هذا الموسم في الحقيقه يعني، لكن في نفس الوقت على مدار الموسم بشكل كامل المستوى كان ثابت اكتر هو فعلا علي معلول، فاعتقد ان هو يستحق افضل لاعب في الدوري المصري السنه دي. طيب ده كان كلام مهم، خلينا نروح نشوف اهم الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. اخبار الرياضه، الاهلي فوق اي تحدي. المسا،
الكبير كبير يا أهلي، الأحمر يؤكد أحقيته بالدرع بعد الفوز على الزمالك. الأخبار المسائي، الأهلي الغول خلص على الزمالك بهدف معلول. مجلة الأهلي، وكمان القمة أهلوية يا بيه، أحلى ختام لدوري الأحلام، البطل يؤكد جدارته باللقب ويهزم وصيفه في برج العرب. مجلة الأهلي، معلول كده هداف ب8 والفارق 8. الأخبار، فرحة الأهلي فرحتين، فاز على الزمالك بخطأ عماد السيد وحافظ على رونق الدوري. أخبار الرياضة، ختامها مسك يا أهلي، معلول صانع الفرحة والسعادة الجديد للأهلوية، أكد أحقيته بالدرع بانتصار جديد على الزمالك. أخبار الرياضة، الأهلي بطل النهايات السعيدة، كتيبة المقاتلين تهدي اللقب للجماهير، مين يقدر يقول للأهلي لأ؟ مجلة الأهلي، لاسارتي، الأهلي يستحق الفوز بالقمة والتتويج بالدرع. أخبار الرياضة، لاسارتي بعد استعادة الثقة، انتظروا الانطلاقة الجديدة بعد النهاية السعيدة. أخبار الرياضة، تعرض لهجوم وخروج على النص والخوض في الذمم المالية، ورغم ذلك بيبو يا جبل ما يهزك ريح. طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا 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 مع معلق شهير ومتألق دائما، وهو الكابتن علي سعيد الكعبي. يا كابتن علي، مساء الفل عليك. مساء الخير استاذ امين، انت والمشاهدين الكرام بقناة النادي الاهلي. طبعا بنرحب بيك، بنرحب بيك على شاشة قناة نادي الأهلي، وأكيد أنت كان ليك تعليقات بعد فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري وكمان الفوز على نادي الزمالك، كيف رأيت تحقيق النادي الأهلي لهذا اللقب الأصعب على مدار تاريخه بالتحديد في بطولات الدوري العام؟ هو طبعا أنا أعتقد أنه يعني اصبح المشهد المعتاد يعني باستمرار، احنا سنويا نشاهد تتويج النادي الاهلي، يعني ربما يعني من الظواهر الطبيعيه، لانه في ظواهر غير طبيعيه وفي ظواهر طبيعيه. الظاهره الطبيعيه هي تتويج النادي الاهلي. يمكن حضرتك بتقول انه اصعب دوري بالظبط، وهي حقيقه. يمكن في كثير من بدايه الموسم تحديدا كان النادي الاهلي متاخر كثير بفارق النقاط عن منافسه دائم وغريمه المستمر فريق الزمالك طبعا. ولكن انا دائما اقول انه النادي الاهلي يتميز بالنفس الطويل في كره القدم المصريه، وهذه ظاهره يعني لا توجد عند كثير من الانديه، ظاهره النفس الطويل، ان تعود من الخلف، ان تاتي للامام وان تتقدم منافسه المباشر بفارق كثير من النقاط. انا اعتقد بعد الفوز في القمه بالامس، انا اعتقد انه فارق النقاط اصبح تقريبا 8 نقاط بالضبط، فرق 8 نقاط فعلا حاجه من النقاط مقارنة بالبداية المتحسرة للفريق النادي الأهلي. هل كان عند حضرتك شك أن ممكن النادي الأهلي يعود في المنافسة بعد البداية اللي كانت متعثرة نوعا ما بسبب ظروف مختلفة مر بها النادي الأهلي هذا الموسم؟ زي ما قلت لك يا أستاذ أمين، أنا أعتقد أن النادي الأهلي عنده ميزة غير موجودة في كل الأندية، حتى الأندية العربية وحتى الأندية الأفريقية، وهي القدرة على العودة البعيد. يعني النادي الأهلي مهما كان بداياته متعثرة، ولكن عنده القدرة على العودة. هذه الظاهرة اللي احنا شفناها في النادي الأهلي. أنا فقط عندي ربما مليح.
كابتن علي معك. حادث نادي على مستوى العالم في مساله الفوز بالالقاب في القاب الدوري في كل قارات العالم. يتقدم الجميع نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ب 54 بطوله دوري، ثم نادي لينفيلد الايرلندي الشمالي 53 بطوله دوري، ثم نادي بينارول الفريق الشهير من الاورغواي ب 50 بطوله دوري، وبعد ذلك ياتي نادي اولمبياكوس الفريق اليوناني الكبير ب 44 بطوله دوري، وفي المركز الخامس اولمبيا من الباراغواي لديه 43 بطوله دوري، ثم النادي الاهلي المصري ب 41 بطوله دوري. وهذا يعني تبين ان النادي الاهلي هو افضل الانديه على مستوى افريقيا وعلى مستوى اسيا وعلى مستوى الوطن العربي بما يتعلق في الفوز ببطوله الدوري في بلاده. هذه الارقام تعطينا انطباع واضح وهي ان النادي الاهلي وبطوله الدوري اصبحوا يعني توأم، يعني لا يفترق اطلاقا الا في مناسبات قليله جدا في ذاكره كره القدم. بالضبط. طيب الرساله اللي حضرتك حابب توجهها لجمهور النادي الاهلي بخلاف التويته طبعا اللي حضرتك باركت فيها للجماهير الاهلاويه، حابب تقول لهم ايه في هذه اللحظات؟ اقول لهم مبروك. طبعا من فوز الى فوز، النادي الاهلي دائما في الطليعه، والنادي الاهلي طبعا هو نادي القرن في افريقيا ونادي القرن لا شك في ذلك، والنادي الاهلي تاريخ عظيم جدا، والنادي الاهلي قدم اساطير في تاريخ كره القدم المصريه، والنادي الاهلي دائما يقدم دروس في كره القدم. يعني اذا قلنا عن بدايته في هذا الموسم بدايه متعثره، فالبدايات المتعثره ربما تكون مؤثره على كثير من الانديه ولكنها ليست على فريق النادي الاهلي. من شاهد بدايه النادي الاهلي في هذا الموسم ربما يعني اكثر المتفائلين ربما كان يقول في قراره نفسه ان النادي الاهلي ربما يكون ثاني الدوري او ثالث الدوري، ولكن ان تنهي بطوله الدوري وانت بطل بطوله الدوري للمره رقم 41، هذا يوضح في حقيقه الامر من هو النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي وتاريخ وعراقه النادي الاهلي المصري الكبير. طيب من وجهه نظر حضرتك اخيرا كمعلق رياضي شهير ومعروف كبير جدا بنستمتع بيك دائما، مين نجم النادي الاهلي من اللاعبين هذا الموسم؟ طبعا كل اللاعبين ادوا بشكل كبير جدا وكانوا متالقين، لكن الاكثر تاثيرا من خلال متابعتك من لاعبي النادي الاهلي. والله هو كل فريق النادي الاهلي ميزه النادي الاهلي، طبعا عاده اعتقد الايام اللي كان فيها النادي الاهلي ربما يعني يكون كابتن محمود الخطيب يعطيه العافيه طبعا رئيس النادي الاهلي ايضا نبارك له مره ثانيه، ولكن انا اتحدث الان النادي الاهلي يتميز بالجماعيه اكثر من كونها المهارات الفرديه للاعب معين، وهذه نقطه قوه النادي الاهلي. صح صح. انا بالامس كنت اتفرج على المباراه مع مجموعه من الاصدقاء واقول لهم ميزه النادي الاهلي انه من الصعوبه ان يخسر النادي الاهلي، من الصعوبه جدا ان يخسر النادي الاهلي، والنادي الاهلي يلعب بنظام واضح، يعني مهما تغيرت الاسماء المدربين، يعني مهما تغيرت نوعيه المدربين الموجودين سواء كانوا مدربين مصريين عرب او مدربين اجانب، انت تشعر بان هناك في اداء النادي الاهلي في ثبات في الاداء، في التزام، في انضباط، ولذلك انا اعتقد ان ربما انا سعيد للامانه لحسين الشحات، حسين الشحات كان عنده تجربه غنيه جدا وتجربه ذاتيه في دوله الامارات مع نادي العين، وقدم مستوى جميل مع فريق النادي الاهلي، سجل هدفين كما نذكر في مباراه المقاولون العرب اللي هي مباراه التتويج في بطوله الدوري، ولذلك انا سعيد لما قدم حسين الشحات مع النادي الاهلي في اول موسم. تمام كابتن علي سعيد الكعبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا مع نجم ومعلق اماراتي شهير جدا ومعروف واكيد مصريين بيحبوه بشكل كبير جدا الكابتن علي سعيد الكعبي، نشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله. كلام كان مهم جدا منه في الحقيقه يعني، وبيدل على مدى قيمه النادي الاهلي في كل الدول العربيه مش في الامارات بس، الناس كلها عارفه قيمه النادي الاهلي بشكل كبير وعارفه كويس قوي ان النادي الاهلي قادر على العوده في اي وقت، سواء في 90 دقيقه بيجي في الدقيقه 90 وبعد الدقيقه 90 كمان، او في موسم طويل زي الموسم اللي احنا كنا فيه ده، والحمد لله خلص الحمد لله لانه كان موسم صعب قوي قوي ورخم كده من الاخر يعني. فمليون مبروك للنادي الاهلي. عايز اعلق في بعض الاخبار السريعه على الجرايد فيما يخص النادي الاهلي، ونبتدي باخبار الرياضه واللي بتقول ان الاهلي فوق اي تحدي. أخبار الرياضة. طيب ماشي،
اوكي خلينا في اخبار الرياضه العنوان الثاني ده ونرجع للعنوان الاولاني اللي انا كنت بقوله. الاهلي بطل النهائيات السعيده، كثيره المقاتلين تهدي اللقب للجماهير، وتصريح لعلي معلول مين يقدر يقول للاهلي لا. علي معلول طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي في هذا الموسم، مش الموسم ده في الحقيقه، في الثلاث مواسم اللي هو اداهم مع النادي الاهلي. كمان عايز اروح لاخبار الرياضه، العنوان اللي قلت لحضراتكم عليه اللي هو الاهلي فوق اي تحدي، وفعلا في الحقيقه السنه دي كان في تحديات كبيره جدا جدا خاضها النادي الاهلي، مش الفريق الكروي بس، ركز معايا، مش فريق الكره في النادي الاهلي بس، لا ده مجلس ادارته كمان كان عندهم تحديات وظروف صعبه جدا قدروا ان هم يتغلبوا عليها، وده شيء مميز وسمه من سمات ابناء النادي الاهلي بشكل عام، سواء كعضو مجلس اداره، كرئيس نادي، كلاعب في النادي الاهلي، كعضو جهاز فني، كل هذه الامور وكل هذه التحديات قدروا ان هم يتغلبوا عليها، وقدروا في الاخر ان هم يجيبوا الجمهور النادي الاهلي اغلى بطوله دوري. المسا بتقول ان الكبير كبير يا اهلي، الاحمر يؤكد احقيته بالدرع بعد الفوز على الزمالك. فعلا النادي الاهلي كبير، دي حاجه معروفه ومفروغ منها، في نفس الوقت النادي الاهلي يستحق بطوله الدوري هذا الموسم بعد عناء وعقبات كثيره جدا جدا على مدار الموسم. البعض ممكن يكون بيركز شويه على الاداء، الاداء مش احسن حاجه، الاداء مش احسن حاجه، بس مباراه المقاولين لو تفتكروا الاداء كان كويس والنتيجه كانت كويسه، وكان المجهود بشكل كبير جدا ان انت، والتركيز كمان كان اكبر ان انت تحسم الدوري في مباراه المقاولين، وبعديها بيومين ثلاثه مباراه الزمالك، فطبيعي ان الاداء يقل شويه، لكن باذن الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي، سواء نتائج او اداء كمان اللي بينتظره كل جماهير النادي الاهلي. نروح لايه؟ تعالوا نروح للاخبار. فرحه الاهلي فرحتين، فاز على الزمالك بخطا عماد السيد وحافظ على رونق الدوري. الكره دايما بيبقى فيها اخطاء، عماد السيد حارس جيد طبعا في الحقيقه، لكن هو غلط في الهدف، لكن قدر علي معلول ان يستغل الخطا، واللي بيستغل الاخطاء هو اللي بيفوز دائما. الحفاظ على رونق الدوري ده بيبقى من ازاي؟ بيبقى من خلال الفوز على نادي الزمالك، لان انت لو لا قدر الله كنت خسرت من نادي الزمالك كانت هتبقى مش حلوه شويه بصراحه. كنت هتبقى بطل الدوري كل حاجه، بس كانت هتبقى يعني الفرحه ما كانتش هتكمل، كملت في الحقيقه فرحه الفوز ببطوله الدوري بعد الفوز على نادي الزمالك. اخبار الرياضه، ده تصريح مهم لمستر مارتين لاسيرتي. بيقول ايه؟ بيقول ان لاسيرتي بعد استعاده الثقه انتظروا الانطلاقه الجديده بعد النهايه السعيده. مش ده العنوان يا جماعه؟ طيب المهم، ايوه هو ده العنوان. الانطلاقه الجديده باذن الله باذن الله هتكون من بدايه الموسم الجديد مع مستر مارتين لاسيرتي. ويا جماعه في جزئيه دايما انا ببقى حابب اركز فيها مع حضراتكم، ولازم حضراتكم تبقوا واخدين بالكم منها. وارد 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 ان يكون في انتقادات على الجهاز الفني، لان دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى طمعان في احسن حاجه ممكن، احسن حاجه ممكنه بتبقى عايزها اداء وكل حاجه. هو احنا جمهور النادي الاهلي كده، هو جمهور النادي الاهلي كده في الحقيقه، لكن لازم تفكر ولازم تبص على الوقت اللي جه فيه مستر مارتين لاسيرتي لقياده النادي الاهلي. في الحقيقه الراجل حقق انجاز، حقق انجاز. ليه؟ لان الاهلي كان متاخر في جدول الترتيب، الاهلي كان عنده كميه اصابات غير مسبوقه على الاطلاق، ومع ذلك قدر الراجل ان هو يقود النادي الاهلي للفوز ببطوله الدوري. طبعا كان في اخفاق كبير جدا، وجمهور النادي الاهلي زعلان من هذا الاخفاق والهزيمه الثقيله من صن داونز، لكن في نفس الوقت الراجل جه في ظروف صعبه، الراجل قدر ان هو يطور من فريق النادي الاهلي في النتائج وفي انتظار ده هيكون ازاي من خلال فتره الاعداد اللي فاتت، وبعد انتهاء بطوله الدوري والفتره اللي جايه عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، واحده واحده هتلاقوا ان شاء الله باذن الله اداء جيد تحت قياده مستر مارتين لاسيرتي، وتصريحه واضح، انتظروا الانطلاقه الجديده بعد النهايه السعيده، وفعلا هي نهايه سعيده بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا سريعا نروح لاهم وابرز الاخبار عن النادي الاهلي في المواقع، يلا بينا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، لاسيرتي يطمئن على برنامج تجهيز المصابين. البوابه سبورت، الاهلي يسابق الزمن لحسم قائمه الموسم الجديد. في الجول، اتجاه في الاهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمه الافريقيه للادوار التمهيديه.
الوطن سبورت سيد عبد الحفيظ، بدأنا رحلة استكشاف اطلع بره المجهول. اليوم السابع الأهلي يبدأ إجراءات السفر للسودان قبل مواجهة تطلع بره في دوري الأبطال. فيتو برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي استعدادا لضربة البداية الأفريقية. الفجر الرياضي الأهلي لم نحدد ملاعبنا في دوري أبطال أفريقيا. الشروق الشناوي عروض الدوري الإنجليزي كلام جرايد. 1-3 ماذا قالت الصحف التونسية عن تألق علي معلول مع الأهلي. مبتدأ تفاصيل إصابة الحاوي ورمضان صبحي. طيب احنا اتكلمنا على افراح النادي الاهلي، اتكلمنا على حسم بطوله الدوري، لكن برضو من السمات الاساسيه جدا في النادي الاهلي ان انت بتفكر في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ بطوله دوري ابطال افريقيا والدور التمهيدي فيها، دور ال 64، وهنقابل فريق اسمه اطلع بره. هو اسمه كده لان دي قصه، يعني الفرقه دي او هي فرقه من جنوب السودان، وجنوب السودان انفصلت عن السودان كلها في 2011، ففي حي هناك اسمه حي اطلع بره. ليه سموه كده؟ عشان كان الجيش السوداني بيحاول ان هو يدخل هذا الحي، فالمواطنين هناك كانوا بيقولوا لهم اطلع بره اطلع بره، فبالتالي من هنا جت اسم هذا الفريق اللي بينتسب لهذا الحي. يعني تحديد قصه كبيره كده. المهم ان احنا هنقابل فريق اسمه اطلع بره، فبالتالي النادي الاهلي مركز جدا بقى في بدايه قويه ان شاء الله، وده اللي احنا مستنيينه، بدايه دوري ابطال افريقيا. وخلي بالك انت عندك دور ال 64 ودور ال 32 قبل شهر يناير، ركز في كلامي، قبل شهر يناير، فأدوار بإذن الله تكون سهلة، بإذن الله النادي الأهلي طبيعي بإذن الله هيتخطى هذه الأدوار، والجد يبتدي إمتى؟ بعد شهر يناير. فكل التركيز إن شاء الله خلال الفترة الجاية على بطولة الدوري أبطال أفريقيا، نبتدي بالوطن سبورت، واللي بيقول كابتن سيد عبد الحفيظ من خلاله إن بدأنا رحلة استكشاف فريق اطلع بره المجهول. هو فعلا فريق مجهول، يعني مالوش جولات قبل كده او مباريات قبل كده في البطولات الافريقية في الحقيقة، لكن هيكون في مخاطبة للسفارة المصرية هناك عشان يجيبوا للنادي الاهلي بعض التسجيلات الخاصة بهذا الفريق، عشان تحاول تستكشفه وتعرف امكانياته ايه، نقاط قوة في هذا الفريق ونقاط الضعف عشان تقدر تلعب عليها ان شاء الله. النادي الاهلي اكيد هيكون مدرك مدى اهمية هذه المباراة، والنادي الاهلي بيحترم اي فريق سواء كان صغير او كان كبير. في الجول بتقول ان في اتجاه في النادي الاهلي لقيت 25 لاعبا في القائمه الافريقيه للادوار التمهيديه. قائمه النادي الاهلي احنا عارفين ان بكره اخر يوم للقائمه الافريقيه، تعلن عن اللاعبين اللي هيكونوا في القائمه الافريقيه. على حسب موقع في الجول ان الاتجاه في النادي الاهلي ان انت تأيد 25 لاعب تحسبا لبعض الاضافات اللي ممكن النادي الاهلي يكون لسه بيحسم فيها، مش هتلحق تأيدها في بطوله دوري ابطال افريقيا في الادوار التمهيديه بالتحديد. ركز في الادوار التمهيديه ال 64 وال 32، فبالتالي هيكون عندك فرصه ان انت تأيد في شهر يناير الاضافات الجديده اللي انت هتقدر تنتدبهم باذن الله. طيب خلينا نروح لخبر اخر. اليوم السابع الاهلي يبدا اجراءات السفر للسودان قبل مواجهه اطلع بره في دوري الابطال. اجراءات السفر احنا عارفين المباراه هتكون يوم 11 اغسطس، مباراه الذهاب هناك في جنوب السودان، وبالتالي النادي الاهلي هيسافر قبل المباراه بثلاث ايام تقريبا عشان الاجواء هناك يتعود عليها، عشان التدريبات هيكون عنده تدريبين قبل المباراه هناك باذن الله. فبالتالي دلوقتي الاداريين في النادي الاهلي بيعملوا على انهاء اجراءات السفر لجنوب السودان، ان شاء الله تكون رحله موفقه للنادي الاهلي. نروح لفيتو اللي بتقول برنامج بدني خاص للاعبي الاهلي استعدادا لضربه البداية الأفريقية. مهمة قوي البدايات، مهمة جدا جدا، لازم تبتدي بقوة عشان توصل رسالة لكل المنافسين على اللقب، وخصوصا بقى إن احنا منتظرين بطولة دوري أبطال أفريقيا بقالنا خمس ست سنين تقريبا. وحشانا من الآخر البطولة دي، النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي مش متعود على إن الفترة تطول قوي كده. بإذن الله البداية تكون قوية عشان يكون عندك إصرار واضح ورسالة واضحة لكل المشاركين والمنافسين على هذا اللقب إنك موجود، وانك مش هتتنازل ان شاء الله باذن الله عن الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغائبه عن دولاب بطولات النادي الاهلي الاكثر من خمس مواسم، اخر مره كسبناها في 2013، لكن اخر مره اخر بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي كانت في 2014 بطوله الكونفدراليه، وكانت اول مره البطوله دي تدخل مصر. نروح للفجر الرياضي.
الأهلي لم نحدد ملاعبنا في دوري أبطال إفريقيا. طبقا للوائح الكاف أنت بتحدد ثلاث ملاعب تلعب عليهم المباريات بتوعك في دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي لسه بيستقر، ودي تصريحات على لسان الكابتن سعد عبد الحفيظ نقلتها أو نقلها موقع الفجر الرياضي، إن إحنا لسه بنشوف الملاعب اللي هنستقر عليها اللي تكون متاحة بالنسبة لنا إن إحنا نلعب عليها مبارياتنا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكيد هيكون أبرزهم استاد القاهرة وهيكون مطلب أكيد رئيسي بالنسبة للنادي الأهلي. نروح للشروق وتصريح لمحمد الشناوي نجم النجوم محمد الشناوي في الحقيقة. بيقول عروض الدوري الإنجليزي كلام جرايد. خليني بداية نتكلم عن محمد الشناوي. في مباراة الأمس كان نجم كبير جدا، قدر إن هو يتصدى لعدد كبير من التصديات القوية والمهمة على مدار المباراة، وطبيعي إن أنت يجي عليك هجمات قوية بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك، فطبيعي جدا. لكن الجيد قوي إن محمد الشناوي بيرجع لمستواه المعهود. بداية من إمتى؟ بداية من بطولة الأمم الأفريقية مع مصر، للأسف خرجنا فيها مبكرا يعني، كان هو كان أحد أبرز لاعبي، أحد هو تقريبا الوحيد، هو طارق حامد وممكن تضيف معاهم أحمد حجازي وبعديهم بشوية ممكن تريزيجيه، لكن الشناوي كان أبرزهم في الحقيقة. الراجل تصدى تصديات كبيرة جدا، بيكمل هذا المستوى مع النادي الأهلي من خلال مباراتي المقاولون والزمالك، فلازم برضو نحييه كل التحية، وكل التحية لكل لاعبي النادي الأهلي بشكل كامل. لكن فيما يتعلق بالعروض اللي جت والكلام اللي سمعناه بالنسبة لمحمد الشناوي، إن في عرض من أرسنال الإنجليزي وعرض من أستون فيلا كمان الإنجليزي. محمد الشناوي كان ليه تعليق امبارح بعد مباراة الزمالك وقال لحد دلوقتي مفيش أي كلام رسمي، الكلام ده كله كلام جرايد، وهنشوف الأيام اللي جاية إيه اللي هيحصل فيها. نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي هذا الموسم محمد الشناوي، ممكن طبيعي في بعض الفترات مستواك يبقى فيه دروب كده شويه، لكن المهم ان انت تقدر ترجع، والمهم ان انت تقدر تثبت جدارتك بحراسه مرمى النادي الاهلي، وده اللي حسم او اللي قدر ان هو يحسمه ويأديه محمد الشناوي في الحقيقه حارس مرمى النادي الاهلي. نروح ل 1-3 بتقول ماذا قالت الصحف التونسيه عن تألق علي معلول مع الاهلي. موقع 1-3 نقل بعض التصريحات او بعض العناوين في الصحف التونسيه، بالتحديد الصباح نيوز الموقع او الصحيفه التونسيه قالت ان معلول يدخل التاريخ مع الاهلي هداف الفريق هذا الموسم، وفعلا علي معلول دخل التاريخ مع النادي الاهلي كهداف للفريق، وكمان كاول مدافع يفوز بلقب هداف الفريق في موسم انت حققت فيه بطوله الدوري. ما حصلتش قبل كده مدافع فاز بهداف في النادي الاهلي في موسم انت حققت فيه بطوله الدوري، وكمان جاب جون في نادي الزمالك، اول هدف لعلي معلول في نادي الزمالك. كمان صريح اونلاين الموقع التونسي قال ان معلول يحرز هدف ديربي القاهره ويتفوق على فرجاني ساسي وحمد النقاز. طبعا نادي الزمالك بيضم اثنين من نجوم التونسيين الكبار، حمد النقاز وفرجاني ساسي، علي معلول قدر ان هو يتفوق عليهم. ده كلام طبعا الصريح اونلاين، وانه كان متالق مش بس في مباراه الزمالك، لا كان متالق على مدار الموسم مع النادي الاهلي. نروح للمبتدا ودي اخر حاجه معانا، تفاصيل اصابه الحاوي ورمضان صبحي. وليد سليمان خرج في الشوط الثاني كده بسبب اصابه، والاصابه يعني عباره عن اجهاد عضلي، ان شاء الله وليد سليمان يعود سريعا للمشاركه في تدريبات مع النادي الاهلي. كده كده في راحه اربع ايام للاعيبه النادي الاهلي بعد الفوز على نادي الزمالك والفوز ببطوله الدوري، ان شاء الله خلال الاربع ايام دول اعتقد يعني ممكن يكون لائق وليد سليمان ان هو يشارك في التدريبات مع الفريق واستعدادا لمواجهه فريق اطلع بره في بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان رمضان صبحي كدمه في وجه القدم، ورمضان صبحي مع نهايه المباراه كده جاله كدمه في وجه القدم، وان شاء الله تكون كدمه خفيفه بالنسبه لرمضان صبحي. ده هم دول الاصابتين بس، وان شاء الله ما يكونش في اصابات تاني، بخلاف طبعا الاصابات الموجوده في النادي الاهلي حاليا، شريف اكرامي، كريم نزبد، محمد محمود، وايضا لاعب اخر هفتكره مع حضراتكم دلوقتي، عندهم اصابات اربع لاعبين وسعد سمير طبعا. فبالتالي ان شاء الله قريبا جدا الاربعه هيعودوا للتدريبات مع النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الاستاذ ايمن بدره الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير جريده الاخبار، استنونا بعد الفاصل. السلام عليك يا بيبو. بيبو مخرجنا المميز في الحقيقه بيقول ايه؟ خلصنا الدوري بقى نركز في افريقيا. فدي كانت لقطات هو بيعرضها لنا طبعا لتاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، وان شاء الله باذن الله البدايه تكون قويه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه الجديده من خلال مواجهه فريق اطلع بره الجنوب السوداني. ان شاء الله كل توفيق النادي الاهلي. بينورني ويشرفني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه. يا استاذ ايمن مساء الخير عليك، منورنا ومشرفنا.
مساء النور عليك أستاذ أمير، مساء الخير على السادة المشاهدين الكرام. الشرف لي ان انا اكون مع حضرتك في اول مره في هذا البرنامج، يعني الشرف لينا استاذ ايمن. طبعا نورنا دايما، وانا سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا النهارده. الله. عندنا كلام مهم قوي عن النادي الاهلي، وعندنا فرحه مستمره للجماهير الاهلاويه بعد الفوز ببطوله الدوري، وكمان الفوز بالامس على نادي الزمالك. بشكل عام كيف رايت المرحله الاخيره من بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي من خلال مواجهتي المقاولون ونادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خليني الأول أقول إنه اللي عمله فريق النادي الأهلي في مشوار البطولة والإنجاز اللي توج بيه بالفوز ببطولة الدوري، بصرف النظر عن إنه بطولة جديدة أضيفت إلى سجلات البطولات الكثيرة للنادي الأهلي، وبصرف النظر عن إنه يعني شيء مفرح وبطولة لها طعم خاص، لكن أنا شايفها بصفة عامة هي ملحمة يقتدى بها للمجتمع المصري كله. كويس. إزاي أنك أنت تكون في وضع صعب، إزاي أنك أنت مع يعني أنا بتكلم بقى كشاب كرياضي كمصري، إزاي أنك تكون في وضع صعب، تكون بتتكالب عليك قوى كتيرة، بتكون في موقف عندك صعوبات بتواجهها، إصابات ومشكلات وأحيانا بعض الجوانب أو القرارات الإدارية اللي بتفرض عليك، بعض الاتجاهات الرأي العام اللي بتصنع بشكل أو بآخر، وتصمد أمام كل هذا وتفضل ترتقي واحدة واحدة، ترتقي درجة درجة إلى أن تصل إلى هدفك. ده معناها أنه كان في شيء من الإيمان، شيء من التصميم، شيء من العزيمة، أو خلينا ما أقولش شيء، كثير من التصميم والعزيمة والإصرار ومقومات البطل والإنسان القوي هو اللي بيحدد هدفه، هو اللي بيحدد هدفه. فأنا بعتقد أنه ما صنعه فريق النادي الأهلي نموذج يحتذى للرياضة والرياضيين ولكل مجالات المجتمع. الناس لازم تحتذي بمثل هذا الأمر. ما تلتفتش للصغائر وتحط قدامها الهدف، تجد صعوبات تتجاوز، تجد صعوبات قد تتعثر، ولكنها لا تقع، لكنها لا تستسلم لهذا الوقوع. كويس. ده نتاج الملحمة اللي كلنا شفناها واللي وصل بيها النادي الأهلي من فريق متأخر في ذيل جدول الدوري إلى فريق بيعتلي قمة البطولة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه اللي كان متصدر. فعلا. ناس كانت بتتصور إن ده أوهام، ناس كانت مستصعبة الأمر. ومش عايز أخبي على حضرتك، أنا كراجل مسؤول عن جورنان ومعايا زملاء بنقعد نستشير، وصلنا لمرحلة بنقول لا خلاص، يعني الأهلي الدوري، وكنا يعني شايفين إنه في صعوبات شديدة جدا، شكيتوا في إن الأهلي ممكن يفوز بطولة الدوري، صعبة جدا. لكن إحنا ما شكيناش في قدرة الأهلي، ولكن اللي سرب إلينا الشك كم الحرب وكم الظروف وكم ظروف المعاكسة اللي كانت ضد النادي الأهلي، من إصابات خطيرة جدا جدا من معظم لاعبي الفريق. النادي الأهلي لعب بعدد كبير، وصل إلى 12 و13 لاعب، وصلت الإصابات إلى رأس الإدارة في النادي الأهلي إلى الكابتن محمود الخطيب اللي تعرض لوعكة صحية شديدة جدا جدا، ورغم ذلك كان بيأدي عمله وهو في المستشفى وهو يعني. فأنت بتتكلم على ملحمة تحدي، أتمنى أنها تكون نموذج يحتذى به لكل المصريين في كل المجالات. والنادي الأهلي كرائد في مجال الرياضة وفي صناعة الشباب بيقدم هذا النموذج بكل الاحترام والتقدير وبدون أي تجاوزات. كويس جدا. وهي بطولة في التحدي وبطولة في الأدب والأخلاق الرياضية. حلو قوي الكلام ده أستاذ أيمن في الحقيقة. هروح بقى كفاية كده؟ لا نورنا طبعا. طيب يعني المباراتين بقى، مباراة المقاولين، وكان هدف النادي الأهلي داخل هذه المباراة إن هو عايز يحسم الدوري قبل مباراة الزمالك، وفعلا الحمد لله قدر إنه يحسم البطولة. وكمان مباراة بعديها قدر النادي الأهلي إنه يفصل ما بين فرحة الفوز باللقب والتركيز على الفوز على نادي الزمالك. شفت الماتشين دول إزاي؟ دي بصراحة فيها جانب كبير جدا جدا من الكلام اللي أنا قلته في الأول. كويس. لأنه أنت لما بتصل أمام فريق المقاولون وهناك شوشرة مصطنعة ومحاولة لصناعة وعي عام زائف لدى الرأي العام بأنه فريق المقاولون
هيكون له توجهات او هيكون له امر اخر من الشائعات اللي بتطلق للاسف الشديد، انه في شائعات بتطلق يحمل وزرها من اطلقوها ومحاوله لخوض في سمعه ناس شرفاء وفي كيان يعني كبير كنادي المقاولون العرب. ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا لعبت في نادي المقاولين العرب كلاعب تجديف وليا يعني معاهم تاريخ في التجديف طبعا من قرون ماضيه كثيره يعني. لكن انا بتكلم على انه انت هذا الفريق وهذا النادي هو اللي فاز على النادي الاهلي في الدور الاول بنفس القياده الفنيه عماد النحاس وبنفس القياده الاداريه وبكل شيء صح. فانت بتحاول تعمل شوشره وتضغط على الراي العام، هو صحيح قد لا يؤثر في الناس المتبارية، ولكن للأسف الشديد انت بتضع نقاط من السم في نفوس شباب لسه قلوبها غضة لما تشوههم وتشوه ناس قدامهم وتسقط القيمة والقدوة عند هؤلاء الناس، انت بتعمل خلخلة في المجتمع بالزبط. واعتقد انه ده من اكبر الاخطار. خسارة ماتش او مكسب ماتش او ما الى ذلك ده مش مهم، لانه ياما ماتشات اتلعبت ياما بطولات اتعملت، لكن في النهايه بتبقى القيم والاخلاق. انا ليه اشك في امير وامير يشك فيا وليه يبقى فيه نوع من هذا الحقد ونوع من هذا التضليل؟ يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازي كل من اساء لسمعه حد او خاض في سمعه حد او حاول انه يتهمه بالباطل، ولكن أثبتت الظروف وأثبتت المواقف أنه ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين صح. فمش الفاسدين، المفسدين. فالمفسد هنا يعني أعتقد أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى لو كان في الأمر الذي أشيع في جانب من الصحة ما كانش حصل هذا التوفيق للنادي الأهلي في تقدير المتواضع والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين تيجي بقى ملحمة إدارية. يعني أنا كنت بكلم يعني أخويا العزيز كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا. وكنت بقول له إنه الموضوع إنك أنت تستطيع أن تفصل بهذا الفريق في قمة الفرحة والسعادة والنشوة وتنقله النقلة الجدية لمواجهة مباراة كبيرة مع خصم كبير صح. زي نادي الزمالك صح. بكل هذا التاريخ والاسم وما إلى ذلك وكل هذه الإمكانيات التي أتيحت للزمالك الحقيقة هذا الموسم من صفقات وإمكانيات مادية ويعني تهيئة إعلامية ومساندة مادية وكل ما أتيح أعتقد أنها يعني برضو ملحمة بطولة وخط إداري متزن محترم، ويكفي انه ده يعني كان بوجود رئيس النادي اللي حط الفريق وراح له التدريب وحطه على الطريق وبعدين ابتعد عن المباراه عشان ما يبقاش فيه ضغوط على اللاعبين واشياء اخرى طبعا في عدم الحضور، ولكن هو اطمأن الى انه اللعيبه قدرت انها تفصل ما بين هذا المكسب والتحدي. وانا بعتقد يعني انا يعني عمري تجاوز ال 55 وما شفتش بطوله للدوري وبطوله للنادي الاهلي في كل هذا التاريخ من البطولات بهذه الصعوبه مش صعوبه عشان النادي، ولكن صعوبه عشان زي ما قلت لحضرتك وحكيت للساده المشاهدين الكرام الاجواء المحيطه طول الموسم، الظروف المعاكسة، كل ما إلى ذلك. فلما تتوج بهذا وتصل إلى قمة هذا المنحنى كنت أخشى أنه الأمور يبقى فيها ضرب، لكن هنا بقى كان السند الإداري والخط القيمي وروح الفانيلا الحمراء التي تتجلى في مثل هذا الأمر. الزمالك على فكرة للأمانة فنياً كان جيد جدا في مباراة طبعًا. الأمس طبعًا. وأدى بشكل على مدار الموسم في الحقيقة وأدى بشكل جيد كويس. ولكن تتجلى هنا روح الفانيلا الحمراء، تتجلى هنا قدرة اللاعبين على ان هم يتعاونوا ويلتحموا، وده ظهر جدا جدا في مباراة المقاولين. ازاي اللعيبة كلها بتجري على بعض، ازاي كلها بتبقى فرحانة لهذا التفوق، انه تطلع القوة كمنا لواحد زي حسين الشحات في هذا التوقيت فعلا. طبعا التفوق والخط البياني المنتظم المرتقي لعلي معلول كل هذه الأمور أعتقد أنها من ضمن الجوانب بالطبع مع
الخط الفني والإداري وقدرة فريق النادي الأهلي على أن هو يصل إلى حالة الثبات اللي وصل لها. طيب ده كلام مهم جدا، وكل هذه الأمور اللي اتكلم فيها أستاذ أيمن بدرة طبعا الناقد الرياضي الكبير كانت النتيجة بتاعتها أن النادي الأهلي توج ببطولة الدوري الأصعب على الإطلاق زي ما هو قال كده. هو أكيد عاصر بطولات دوري كتير للنادي الأهلي، وأكيد هو ده الدوري الأصعب. لكن عايز أروح مع حضرتك لمنشط من أخبار الرياضة، وبالتحديد بيقولوا تعرض لهجوم وخروج عن النص، أو منشط معنا أستاذ أيمن والخوض في الزمم المالية، ورغم ذلك بيبو يا جبل ما يهزك ريح. بص هو دي ده يعني طبعا انا يعني بشرف ان انا رئيس تحرير هذه المطبوعه، لكن انا عندي يعني جانب كبير جدا من الحريه والتعاون مع زملائي. كويس. اللي كاتب الموضوع ده زميلي الاستاذ اسلام فاروق، وهو طبعا راجل بيغطي النادي الاهلي وعنده اعتقد اتصال مع مصادره، وعصر وشاهد وسجل كل ما تعرض له القيمة الكبيرة في ليس في كرة القدم المصرية فقط ولا في الرياضة المصرية، ولكن القيمة المجتمعية والقدوة محمود الخطيب مع حفظ الألقاب طبعا. وبيرصد أنه في نهاية هذا الأمر وصل إلى أنه هو يصل إلى هدفه، يصل إلى هدفه لأنه لم يلتفت إلى الصغائر. كان عنده رسالة أنه هو يصنع لكل الجماهير المصرية والعربية والأهلوية بصفة خاصة طبعا. المحبة لهذا الكيان والمؤمنة بالأخلاق وبالروح الرياضية بصرف النظر عن انتماءاتها وألوانها، أنه يصل بصمته وبثباته أنه هو يحقق لهم هدف، ويقول أن هذا النموذج والقدوة لا يتأثر بكل الأدوات التي اصطنعت في خلال الفترة دي لمحاولة التشويه أو لمحاولة التأثير أو أنها تتصور أنها ممكن تكسب بهذا الأسلوب. كويس. فبعتقد أنه الرصد اللي عمله زميلي إسلام فاروق، هو طبعا أخويا الصغير وزميل عزيز، بيتلخص في ما قاله، لأنه في هذا الموضوع زي ما قلت لحضرتك شيء من الرصد لما تعرض له الكابتن محمود الخطيب، وطريقة تعامله بمنتهى الأدب وصمت كالصلد لا تهزه أي طيارات مهما كانت. وأنا يمكن هنا بيحضرني بيت يعني لعلي أستطيع أن أنا أقوله طبعا. اللي هو بيقول كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا تلقى بصخر فتسقط أطيب الثمر. فكانت الثمر الذي ألقاه محمود الخطيب للرياضة المصرية وللجماهير بطولة قوية للجماهير الأهلوية ستظل تتحاكى بها، بطولة في الأخلاق والقيم وكيفية التعامل مع الصغائر، وإزاي أنه أنت تستطيع أنك أنت في النهاية لا يصح إلا الصحيح. تبقى الأخلاق والقيم الرياضية هي بطولة في حد ذاتها. فرصد للموضوع اللي تناوله زميلي اسلام فاروق. طيب يعني كلام اكيد مهم جدا جدا، واكيد نتمنى ان شاء الله دايما للنادي الاهلي كل التوفيق. لكن عايز اتكلم بقى عن الموسم الكروي في مصر بالتحديد، هذا الموسم المنقضي واللي انتهى امبارح بمباراه الاهلي والزمالك. شفت الموسم ده ازاي والصعوبات اللي فيه، وهل تتوقع ان ممكن يتكرر الموسم ده فيما بعد؟ هو اشكاليه هذا الموسم الحقيقه انه كان بلا ضوابط، بلا لوائح بلا قواعد، يعني موسم تحكمت فيه الأهواء والأنواء، وصار كده وفقا لبعض الاتجاهات والتأثيرات الإعلامية، وأحيانا الضغوط من جانب بعض القيادات الرياضية اللي يعني موجودة في الوسط مع كل يعني الأسف ومع كل التقدير أيضا لمن يعني هم في الساحة الرياضية، إنه أحيانا ناس بتحاول إنها تصنع بطولة خارج الملعب أو خارج إطار الرياضة، بمعنى أنها تستخدم وسائل الإعلام، تستخدم الإشاعات كما قلنا، تستخدم أحيانا صلاحيات أو يعني قوة معينة أو اتصالات معينة أو صناعة أزمات. فكان الاتحاد الحقيقة بيحاول أنه هو يعني أنا أسف هستخدم تعبير شعبي شوية، يماين
يحاول يعني ايه يمسك العصايه من النص لا مش من النص يعني ما كانش بيمسك ما كانش من النص لو كان من النص كان استطاع ان يتزن ولكنه كان يميل كل الميل الى جهه معينه بالظبط وبعدين يعني يحاول ان هو تستقيم الامور فانت مثلا يجي نادي يطلب حكام اجانب يتم الرفض رفضا باتا وكلنا ثقه في الحكام المصريين بالظبط اوكي احنا كلنا ثقه في الحكام المصريين واحنا دول ولاد بلدنا وكذا وكذا فيجي نادي تاني يطلب حكام اجانب فيقول لا وملازم ونديهم الحكام يعني انت مين فيهم انت الاتحاد اللي بتحمي حكامك المصريين وبتساندهم ولا انت الاتحاد اللي بتقول انه العداله ان انا اجيب حكام اجانب ولا انا مش انا عايزك تحدد لي شخصيتك انت اللي بترفض المؤجلات وبتعمل 10 مباريات في شهر لنادي ولا انت اللي بتقول لا ادي فرص للفرق المتباريه في افريقيا وما الى ذلك انت مين فيهم طبعا مع كل الاحترام والتقدير لاخي العزيز المهندس عامر حسين اللي استطاع ان هو يتحمل كثير جدا وحاول يمشي الموسم ولكنه في النهايه هو رئيس لجنه وليس له سلطه التصديق على القرار في توجهات وفي سياسه استراتيجيه ماشيه من مجلس الاداره وبرضه مع كل احترامي وتقديري لشخوص مجلس الاداره ولكن كان لدى بعض منهم ان لم يكن الكثير منهم توازنات وتوجهات وعلاقات وصفقات واتصالات وكل هذه الأمور أثرت على القرارات اللي كانت بتصدر وللأسف شديد العدالة في إدارة المسابقة خلعت العصابة اللي على عينيها وبدأت تبص كده شوية وتبص كده شويتين وتعمل محاولات لأنها ترضي بعض الأطراف على حساب الأطراف الأخرى وبالطبع كانت هناك آلة إعلامية مساندة لهذا الأمر وبتصنع وعي زائف وبتؤثر في هؤلاء الناس ولما بيكون في زي ما قلت يعني شيء من التجاوزات وإنت راجل محترم وبتنقع أنك أنت تدخل في التجاوزات تظهر وكأنك الضعيف بالظبط في هذا التوقيت ولكن في النهاية حينما تتوج وحينما تصل إلى القمة وحينما تجد كل الناس تظهر قوتك بقى كل الناس تعيها السبل في المكانة اللي انت وصلت لها يعني ازاي ده عمل كده يعني احنا عمالين نخبط فيك طول النهار وعمالين نقول لك انت كذا ونسيء ليك وما إلى ذلك مع انه في ناس وفي مؤسسات رياضية كبيرة جدا في هذا المجتمع فعلا. وهذه المؤسسات تمتلك تاريخ يمكن يعني بعض المسؤولين دلوقتي شوهوا هذا التاريخ وتمتلك جذور في الرياضة المصرية تمتلك كيانات للأسف هذه الكيانات ابتعدت في فترة الانفراد وأصبحت الأمور واضحة كويس. الأهلي بإدارته المؤسسية في مؤسسة في مجلس إدارة وفي إدارة وفي تخصصات يعني متدرجة لها كل الصلاحيات الواضحة وفي اتجاهات أخرى لها جوانب فردية وهذه الجوانب الفردية هي رؤية شخصية حتى ولو كانت يعني ترى في نفسها الصواب ولكنها تحكم بأسلوب يعني له زاوية واحدة وبالتالي اللي بيحكم بزاوية واحدة ده بيبقى صعب بالتالي نصايح حضرتك ايه للمسؤولين اللي جايين الفتره الجايه لاداره الكره المصريه من خلال اتحاد الكره المصري ايه النصايح اللي حابب تقولها لهم عشان نتفادى تكرار موسم سيء وصعب جدا زي الموسم ده شوف هو من يومين اول امبارح كان في اجتماع لسياده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمام. مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعدد طبعا من السادة المسؤولين في مكتب سيادة الرئيس وما إلى ذلك كان العنوان الأبرز في هذا الاجتماع هو إصلاح المنظومة الكروية فعلا إصلاح المنظومة كويس الكروية جداً. كويس جدا وإصلاح المنظومة الكروية يعني أن هناك علاج للجذور عارف كده أطباء الأسنان كده يعني أنه بيعالج من الجذور عشان ما يبقاش فيه شيء مش مبني على أسس صحيحة ولما بعض الناس يقول لك ايه يعني هو سيادة الرئيس هيعمل كل حاجه لا ما هو لازم يتابع هو رأس السلطه في مصر ومسؤول عن الامور دي طبعا. بيتابع مع الوزير المختص ومع مجلس الوزراء لان اصلاح المنظومه الكرويه مش متعلق فقط بتخصص وزير الشباب والرياضه وهو رجل حينما اسندت اليه مهمه كاس الامم الافريقيه في فتره وجيزه
قام بمهمته على أكمل وجه وأدى مع كل أجهزة الدولة المهمة التنظيمية الإدارية بدرجة وصلت إلى الإبهار. أما الجانب الفني فكان فيه انهيار فعلا. الجانب الفني حصل فيه أخطاء واستهانة واستهتار فعلا. فكانت النتيجة أنه الجانب الفني هنا لازم يتحاسب صح. أنت أخذت كل صلاحياتك، أخذت كل مسؤولياتك، وكان في جانب آخر وهو التنظيمي والإداري والاحتفالي وكل ذلك، وفي جانب آخر شعبي أم بالشعب المصري على أكمل وجه من حفاوة واحتفال ويعني تكريم لكل ضيوف مصر اللي شفناهم في الشوارع بينزلوا وبيروحوا هنا وهنا وهنا، والفيديوهات طبعا مسجلة شاهد بها أعدائنا قبل أحبائنا. والحقيقة ده هيبقى زي ما بقول كده منارة لكل من يريد أن يعرف أصالة هذا الشعب المصري ومكانته وقدرته على أن هو حينما يقبل التحدي يستطيع أن هو يعمل في هذه الفترة الوجيزة. فإصلاح المنظومة الكروية اللي تم عرض جانب من خطواته على سيادة الرئيس في الاجتماع من جانب الدكتور أشرف صبحي، ومن طبعا بعد التنسيق مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لأنه بيمتد إلى عدد من الوزراء إصلاح المنظومة الكروية، فيها جانب متسق بالتعليم، فيها جانب متسق بالمحاسبة القانونية، فيها جانب متسق بالجانب التنمية الإدارية أو المحليات، فيها حاجات كتيرة جدا جدا متعلقة بمثل هذا الأمر. فأنت بتتكلم على إصلاح المنظومة الكروية يعني أنه إن شاء الله بإذن الله هتكون في مسابقات بشكل كبير منظمة، مش هنصل إلى الدرجة اللي إحنا بنأملها من الموسم، لأنه أنت بتخطو خطوات واحدة واحدة صح. فأنت لما بتيجي تتكلم على عملية إصلاح مش عايزين ترميم، مش عايزين أمور تمشي يعني زي مسكنات، يعني مش عايزين مسكنات، احنا عايزين اصلاح من الجذور عشان نشوف الكرة المصرية بشكل افضل تمام. فانت بتعمل بتوسع القاعدة، عندك مشروع لاكتشاف المواهب، عندك دراسة يعني شديدة الدقة لما جنيناه من موضوع الاحتراف وسلوكيات اللاعب المحترف وشخصية اللاعب الدولي واختلافها عن شخصية اللاعب المحلي، عن التنمية الوطنية والسلوكية للاعب يفضل أحيانا مصلحته الشخصية والمكاسب المادية والإعلانات على مصلحة منتخب بلده، ويسمح له الجانب الإداري بمثل هذا الأمر وبمثل هذا التجاوز. عندنا أيضا نوع من يعني التخلي الوطني أو تخلي الإعلام عن دوره الوطني في سبيل الجري برضو وراء الإعلانات وما إلى ذلك، ومحاولة اختراق المنتخب والانسياق وراء مثل هذا الأمر، وأنه الإعلام يجب أن يقوم بدوره، لأنه فعلا وأنا واحد من الناس اللي ليا يعني جزء صغير في هذا المجال من سنوات طويلة بقول برضو إحنا قصرنا أنا وزملائي. بمعنى إيه برضو أستاذ أيمن؟ يعني قصرنا إزاي؟ أو حضرتك مثلا زي ما بتقول كده حضرتك جزء من الإعلام المصري، شايف التأثير من الإعلام كان شكله عامل إزاي يعني؟ لا كان في تأثير شديد جدا في جوانب إنه الأمور انصرفت إلى اتجاهات يعني ألوان معينة، محاولة الكلام عن شخصيات، إنه يهمني إن أنا أسير الأمور، إنه ما تبناش قضية أخلاقية زي ما حصل في موضوع استبعاد اللاعب عمرو وردة، وإنه يبقى في انسياق وراء العاطفة، إنه الأمور تحكمها العلاقات الشخصية والمصالح المادية، ومين هيبقى معايا في البرنامج ده وهياخد كام، ومين مش هيبقى معايا، ومش مهم مين هيقول إيه. وللأسف الشديد يعني في أخ صديق ليا يعني ربنا يديله الصحة اسمه سعد صيام، هو من دمياط، يقول لك دائما في مقولة يعني أنا بعتز إن هو يعني الإعلام سلعة لا تباع ولا تشترى، وتجريم الكذب بداية الإصلاح. إحنا للأسف الشديد الناس بقت تتاجر بالكذب للأسف، والإعلام أصبح سلعة تباع وتشترى، وبالتالي لما بيبقى فيه سلعة تباع وتشترى وهي المسؤولة عن توجيه الرأي العام وصناعة الوعي لدى الناس بفلوس وبتمويل من هنا ومن هنا، وناس بتحاول تاخد الكلام في اتجاهات، أعتقد أن احنا وصلنا لمثل هذا الأمر وللخبطة اللي حصلت في معسكر المنتخب. عايز أطمن حضرتك، أطمن السادة المشاهدين الكرام، أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى خطوات الإصلاح هتمشي. أنا شخصيا عندي ثقة في أشرف صبحي مع حفظ الألقاب، عندي ثقة في أجهزة الدولة اللي بتشتغل على مثل هذا الأمر. الأمر ما هوش سهل، لأن في جذور وفي ناس بتدور على مصالحها الشخصية، وفي أنواع
الاجواء بتحاول تعصف بمثل هذا الامر، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى الدرس القاسي اللي خدناه في كاس الامم الافريقيه ومحاولات صناعه كيان وصناعة شعبية الكيان مصنوع بحجة الاستثمار في الموسم الماضي، أعتقد أنه وصل قناعة إلى أن الهوية المصرية لهذا المجتمع هي أهلوية وزملكوية واسماعيلوية واتحدوية، وما فيش حد هيجي بأموال مهما كانت عشان يصنع لنفسه شعبية أو يصنع لنفسه مكانة. فلازم نقول أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى القادم أفضل، القادم أفضل بإذن الله تعالى إن شاء الله. طب نرجع لأفراح النادي الأهلي وأفراح جماهيره ونشوف ردود فعل جماهير النادي الأهلي على صفحات قناة الأهلي المختلفة سواء فيسبوك تويتر وإنستجرام ورسالتهم للعيبة النادي الأهلي بعد الفوز على نادي الزمالك بالتحديد. خلينا نبتدي من فيسبوك. وأبو لجين بيقول المحترم الله يعزك بشكرك شكرا جزيلا. سما محمد قالت عملوها الرجالة ورفعوا راسنا وده اللي متعودين عليه دايما وبالتوفيق في القادم. حسيني هاشم قال ألف مبروك يا رجالة كنتم على قدر المسؤولية فرحتونا جدا. عمار أحمد قال ألف مبروك وعقبال أفريقيا يا رب، وده اللي أكيد بيتمناه كل جمهور النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله. محمود حسن أبو عمر قال مليون مبروك يا رجالة، بس بالشكل ده ممكن يكون بينتقد الأداء شوية، بإذن الله الأداء هيكون أفضل والنادي الأهلي يقدر أنه يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أبو تريكا ألف مليون مبروك وعقبال الدوري. محمد عطية قال كنتم على الموعد وإن شاء الله مستنيين المزيد من الانتصارات والبطولات وإحنا وراكم ونهتف باسم نادينا الغالي. مليون مبروك يا رجالة. نروح لتويتر. تويتر أحمد زيزو قال رجالة دايما معاكم. السيد أحمد قال رجالة. أحمد عبد الله قال مليون مبروك بطولة بجهد الإدارة فقط، نتمنى عليهم الاستمرار إن شاء الله بإذن الله في المزيد من الألقاب. عمر انيستا قال شكرا لعيبة النادي الأهلي كنتم على قدر المسؤولية دايما شعب وجمهور الأهلي وراكم في كل مكان. الأفراح كبيرة عند جماهير النادي الأهلي يا أستاذ أيمن بلقب غالي ومهم، لكن الجميل في جمهور النادي الأهلي أنه مركز في اللي جاي وبيطلب من الجهاز الفني واللاعبين والإدارة بطولة دوري أبطال أفريقيا. انت حضرتك لو شفت غلاف اخبار رياضه هتلاقي احنا جايبين بنقول انه الكابتن محمود الخطيب يفتح صفحات جديده، في صفحات جديده، وده يمكن اللي قاله لهم كابتن الخطيب لما راح خلاص شكرا يا رجاله مرحله، لكن الاهلي لا يتوقف عند مرحله، ما يفضلش يقول انا خدت بطوله الفلانيه وقفت عند البطوله الفلانيه وما الى ذلك، لانه مسيره الانجازات دايما بتحتاج للمزيد. واعتقد انه ده طموح برضو جماهير النادي الاهلي وهي اضافه لجماهير الكره المصريه بالطبع، احنا عايزين كل الناس تتنافس، واذا كان في بعض الناس عايزه ليها رؤيه في موضوع الجانب الفني للفريق فما فيش مانع، اصل مساله الاداء الفني ده تذوق فعلا، مساله تذوق، واللاعب المفروض ان هو لاعب مبدع بيقدم ما حباه الله به من موهبه في الملعب. صح. قد يعجبك أداء فنان وما يعجبنيش. قد ترى أنه لاعب مميز معين أنت ليك رؤية أنه هذا اللاعب له دور تكتيكي وأنا شايفه أنه لازم يقدم لي لمحات مراوغة وما إلى ذلك، فالجانب الفني حينما يختلف فيه الناس ما فيش مانع. إحنا كلنا في النهاية هدفنا مصلحة الكرة المصرية أن النادي الأهلي يقدم أداء راقي وعالي وأنه في النهاية يكون ممثل قوي للكرة المصرية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى على قمة الكرة الإفريقية بإذن الله. وأيضا العربية، وكفاية أنه زي ما قلت قدم ملحمة في التحدي وفي الأخلاق وفي الروح الرياضية خلال هذا الموسم 365 يوم، كل يوم 363 يوم بتاعي 63 يعني النهارده احنا 65 ماشي. فيهم كل يوم دروس، فيهم كل يوم تحديات، فيهم اخفاقات، ولكن في النهايه التتويج يعني اننا نتوقف امام ما كان وندرسه بكل تأني ونصحح ما كان من إخفاقات ونرتقي درجات إن شاء الله بإذن الله، لأنه الأهلي مكانه العالمية النادي الذي وصل إلى أكثر الأندية تتويجا إن شاء الله بإذن الله سيبقى وسيكون الصدارة دائما إن شاء الله. إن شاء الله. سريعا نستعرض بعض التفاعلات من الشخصيات العامة والأهلوية بعد الفوز على نادي الزمالك امبارح على السوشيال ميديا. نبتدي بصفحة أو بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي واللي نشرت عدد من الصور من مباراة امبارح امام الزمالك على فيسبوك، وعلقت قالت
ختام ولا أروع لبطولة الدوري من أبطالنا. إليكم أرقام فريقنا هذا الموسم: 80 نقطة، 34 مباراة، 25 فوز، 56 هدف. وكمان نشر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة مكتوب عليها الأهلي فوق الجميع، وعلق عليها وكتب: الحمد لله ختامها مسك، مبروك لجمهورنا العظيم، الفرحة فرحتين ولا عزاء للحاقدين. كمان نشر محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي على فيسبوك صورة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ورموز النادي من مدرجات برج العرب في مباراة الأمس، وكتب: انتهى الدوري، الترتيب واضح، الأهلي بطل على القمة، لأن القمة لا تليق إلا بالأهلي. كل التحية للجماهير العاشقة التي دعمت الفريق والكيان من اللحظة الأولى. كمان طارق أنديل عضو مجلس الإدارة نشر صورة على تويتر من مدرجات برج العرب امبارح وكتب: افرح يا أهلي. كمان محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي على حساب الخاص على تويتر: الحمد لله، نبارك لجماهير الأهلي اللاعب رقم واحد الذين تعملوا عناء موسم استثنائي شاق، ولكن كانت نهايته خير لما يستحقه أعظم جمهور في الكون. شكرا لكم على مساندتكم. أنا عايز أختم بجمهور النادي الأهلي يا أستاذ أيمن في الحقيقة، وزي ما قال كده دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الجمهور هو رقم واحد، والجمهور السنة دي بالتحديد شاف أمور كتيرة جدا ممكن يكون أول مرة شافها جمهور النادي الأهلي أكثر تحديدا يعني. وفي النهاية النادي الأهلي توج باللقب. جمهور النادي الأهلي له كل التقدير. جمهور النادي الأهلي جمهور كبير، يمكن حصل بعض المناوشات والمشكلات وحصلت بعض العثرات ونسب إليه بعض الناس اللي أساءوا لهذا الجمهور العظيم، ولكن في النهاية يبقى الجمهور الأهلاوي سند ووقود حقيقي لأي بطولات تحققت، والجمهور الحقيقي هو اللي هيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم المقبل من خلال النظام اللي موضوع، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع انطلاق الموسم الجديد، مع إن شاء الله بإذن الله تعالى الإصلاحات اللي جارية في الكرة المصرية. عايز أقول لك أنه في عدد كبير جدا من أعضاء الجمعية الأممية، كنت ناسي أقول أعضاء الجمعية الأممية للاتحاد مجتمعين بيجتمعوا بيتواصلوا وطالبين أنه يبقى في جمعية عمومية غير عادية، وبيقوموا بدورهم بعد أن استفاقوا لأنه كان في بعض الثغرات في الاختيارات. فإن شاء الله بإذن الله تعالى جمهور النادي الأهلي ومكانته وعظمته إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون سند ودافع، لأنه هو الجمهور ده اللي كان في كأس الأمم الأفريقية واللي تعرض للصدمة نتيجة إخفاقات المنتخب الوطني. بس الجمهور ده يلفظ من بينه من يحاول أن يسيء إليه ويسيء للنادي الأهلي ويسيء لأخلاقيات الشباب المصري والشعب المصري. للأسف الشديد أنا يعني بشكر حضرتك جدا يا أستاذ أيمن، وفعلا جمهور النادي الأهلي هو الرقم واحد أو اللاعب رقم واحد في تحقيق أي لقب بيحققه النادي الأهلي. كان ضيفي في حلقة النهاردة الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ أيمن بدرة، رئيس تحرير أخبار الرياضة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. أنا بشكرك جدا، بشكر السادة المشاهدين الكرام، وإن شاء الله نلتقي دايما في انتصارات وفي أيام فيها بطولات كتيرة جدا جدا إن شاء الله للنادي الأهلي وللكرة المصرية بصفة عامة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومليون مبروك لجمهور النادي الأهلي، الفوز ببطولة الدوري وفوز على نادي الزمالك، لكن لسه التحدي القادم بإذن الله، بإذن الله بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتركيز كل التركيز على هذا اللقب. مبروك وحققوا وتفرحوا، ولازم إن احنا نفرح كمان بهذا اللقب الغالي جدا من بطولة الدوري. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.